السلام عليكم. طبعا لازم كل قصتين ثلاثة أذكر لكم قصة أو موقف شاهدته بنفسي، وهذه كانت من أغرب القصص اللي عشت لحظتها بصراحة. يوم الأيام، وهذا الحكي تقريبا قبل 17 سنة، زرت واحد من الربع ضابط مخفر، يعني أمر عليه يسلم كذا وأشوف شنو في عندهم أخبار جديدة شيء، وإذا ما في أسلم وأنا رايح يعني بطريقي. أول ما دخلت المخفر، طبعا أنا ما كنت مبلغ أني راح أحضر، من زود الميانة أدخل أنا على طول اللي أعرفه أسلم عليه، ما لقيته مشيت. فدخلت المخفر في منطقة العاصمة، أول ما دخلت ولا الأفراد قاعدين، السلام عليكم، يطالعوني عليكم السلام، منزل راسهم ضايق خلوقهم، كنت فيهم هذا عسى ما شر. المهم أدش مكتب الضابط صاحبي ولا موجود، أنا عارف إن هذا وقت زامة يعني، وأدش عليه ويطالعني كذي مخترع، سلم عليه إيش فيك عسى ما شر، إيش فيكم كذي، إيش قالكم متوترين وحالتكم حالة، إيش فيكم؟ قال لي أنت سامع شيء؟ قلت إيش فيك عسى ما شر، لا يبا شم مو سامع شيء. قال لي أنت مريتني كذي ولا سامع شيء؟ تكفى قول لي. قلت لا والله مو سامع شيء، إيش صاير؟ في شيء؟ كان يقول يا معود اسكت تكفى صارت لي مصيبة. قلت له أفا ليش؟ عسى ما شر. كان يقول إيه والله سالفة ما تسولف. قلت له شنو قول لي؟ كان يقول في متهم أعتقد بقضية سرقة أو شيء كذي. المهم جابوه وسلمونا يا المخفر، وهو مكلبت يعني، فأخذناه لأنه شوي يعني ما هو صغير بالعمر وشكله يعني عاقل، ما عنده سرقة وشكله متندم وكذا، فإحنا يعني تعاملنا وياه يعني كل طيبة واحترام يعني. فقال الله يخليكم خلوني أقعد على الكراسي هني، ما أقدر أقعد على الأرض وأنا عظامي تعورني، راسي عورني، ظهري عورني. يقول فقلنا له مو مشكلة أقعد هني. وين هني؟ اللي هم الكراسي اللي عند الأحوال يعني، قدام الشرطة موجودين يعني، والباب بعيد. يقول فعلا قعد عندنا وقمنا عاد نعطيه أكل وشرب وكذا، وقضيته ما هي قضية يعني ما هو مجرم خطير، قضية سرقة بسيطة وممكن الشخص الثاني يتنازل عنه يعني في أي لحظة، فما كان هو يعني بالنسبة لنا متهم خطير وكذا، فاطمئنا بالنسبة لنا يعني، قلنا له قعد. قال أوكي قعد، وكل شوي نعطيه أكل ماي شاي، وبيد الكلبشات، كلبشات بإيدينا وبرجولة. يقول ما أدري شلون يا أبو طلال التفتنا مني ولا مني، ما أدري وين رحنا، عسكري تكرم دش الحمام، أنا رحت للسيارة، فلان راح ما أدري شو يسوي، ما أدري شلون. يقول فجأة ولا اختفى المتهم، قال اختفى طلع من الباب. قلت له صدقك؟ قال والله العظيم، وبرجولة الكلبشات يعني الرجل ما يقدر يركض يعني، يقدر يمشي مشي العادي هذا، فتخيل انه واحد ماشي مشي عادي وطلع من الباب واختفى واحنا ما انتبهنا يعني، الظاهر طلع من مدة شوي طويلة يعني اكثر من 5 دقائق يعني، ولا كان اول ما نطلع برا راح نشوفه بالشارع، فظهرنا طالع فترة يعني. قال اختفى، قلبت المنطقة عليه ما لقيته. قلت متى الكلام هذا؟ قال لي توه، والشرطة هم السبب يعني، لأن أنا كنت حاطة بعهدتهم، لكن أنا الضابط أنا اللي راح أكلها، شلون يعني ما ينتبهون على المتهم وكذا، وأنا قايل لهم لا تخلونه يحطوا بالنظارة، قالوا ما لا تخاف منه هذا عندي أنا. قلت يلا عندكم تحملوا الحين، لكن بالنهاية أنا كذلك راح أنظر يعني. قعدت يعني
يعني حاول اني اهديك، قلت له الموضوع ترى ما هو كبير ان شاء الله وكذا. اي ما هو كبير يا ابو طلال، السالفه كبيره ومو حلوه بالنسبه لي، وانا راح اتعاقب والعساكر تعاقبون. المهم كلام هذا، قعدت اهديه شوي. من غرائب الصدف انا قاعد اقول لكم اني انا استغربت بصراحه. بشغلي في الصحافه دائما اي ضابط اي عسكري انا اعرفه شخصيا يعني يكشف جريمه او يلقي القبض على متهم يبلغني اذا في علاقه يعني بيني وبينه، يبلغني يقول لي بطلات ترى يعني مسكنا كذا كذا قضيه كذا كذا مثلا، علشان يعني يبي يضبطني بالاخبار يعني. وترى هذه الطريقه متبعه في جميع دول العالم، لا احد يقول لي كل دول العالم. مالكم بالطويله، وانا قاعد عنده ويتصلون علي دوريات نجده حولي. حولي يعني منطقه قريبه جدا من محافظه العاصمه. اتصل علي واحد قال لي ابو طلال في عندنا خبر، الحق تبي السبق الصحفي؟ قلت له والله يا ريت، جزاك الله خير. وانا قاعد عند المخفر صاحبي هذا اللي قاعد حاط ايده على خده وصكه في الدنيا، قال لي صدت واحد متهم من حاش الظاهر من احد المخافر وبايده كلبشات وقاعد بقهوه، واحد من الزباين شافه واتصل علينا، وانا الحين طلعت عنده في القهوه والقيت القبض عليه. والله يا جماعه يوم قال لي كذي قعدت اضحك، قلت له لحظه هذا جنسيته كذا؟ قال لي إيه. قلت له تكفى لحظة دقيقة، كان أقول حق الضابط اللي أنا قاعد عنده، قلت له المتهم اللي عندك تدري وين موجود؟ قال لي وين؟ قلت موجود بقهوة بحولي، واللي ألقى القبض عليه الضابط الفلاني. قال تكلم جد أنت وتغشمر؟ قلت أقسم بالله العظيم. والضابطين إلى الآن موجودين الله يعطيهم الصحة والعافية، طبعا كبار يعني، يمكن واحد فيهم تقاعد أو اعتقد يعني، والثاني موجود اعتقد الله يعطيهم الصحة والعافية كبار. قال تكلم جد؟ قلت قسم بالله. ها كلم الضابط الفلاني، كلمه قال معاك فلان فلاني عرفوا بعض. قال انت متكلم جد يعني لقيته؟ قال والله العظيم لقيته داخل القهوة قاعد وشافه واحد من الزباين انه في كلبشات بيدينه ورجوله ويحاول انه يخبيهم قدام الناس، فقام وبلغنا وانا حضرت عنه والقيت القبض عليه. وهادي ترى قال لي إيه هادي هذا نمس ترى دير بالك منه لا يسوي نفسه، ترى هذا خدعنا ونحاش. مالكم بالطويله، طبعا الضابط هذا انقذ الضابط الثاني وراح جاب له المتهم بدون ما يكبر الموضوع وسلم اهله. طبعا الضابط رغم انه عثر على المتهم الا انه يعني انا استغربت منه يعني أن اتخذ إجراءات اللازم وبلغ بالواقعة كاملة، قال ترى فعلا قدر أنه يهرب وبعدين عثرنا عليه وكشف الموضوع يعني، حتى أنه تعاقب وعاقبوا كذلك العساكر، قال علشان يكونون يعني مرة ثانية أكثر حرص على المتهمين. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.